تنضم الينا عبر الهاتف رئيسه مبادره الناس للناس حنان صالح. مرحبا بك. اهميه هذه المبادرات واهميه دعم مثل هذه المبادرات. مساء الخير عليكم كلكم، سعيده تواجدي معكم اليوم عبر المكالمه الهاتفيه، وان شاء الله مبادرتنا توصل لكل الناس. كنت سألتك عن أهمية هذه المبادرات وأهمية دعم هذه المبادرات. والله له أثر مهم يعني وكبير جدا، زي ما تقول بإظهار الخلق الحقيقي للإسلام، يعني هذا يساهم بنشر الدعوة الإسلامية كمان، فيعني المسلم اللي بادر دائما بفعل الخير يعني زي ما تقول يعطي صورة حسنة عن دينه، وكمان يحبب يعني غير المسلمين يحبون بالشيء هذا، يحبون مفاعل نعم. الخير طيب، الخير ما بينهم وبين المبادرة التي نراها في الصورة وفي التقرير، يعني ظهرت في التقرير، كم عدد الأسر التي استفادت؟ ما فيش عدد معين، بس احنا دائما نستهدف الأسر المتعففة اللي هم يعني اللي يكونوا مستورين ببيوتهم مش معاهم حد يعيلهم، فكل سنة نحصي أسر محددة اللي هم يعني الأحوج ونتكفل في بهم سنويا. بمعنى أن مبادرتكم سنوية فقط؟ أيوة سنويا، لأنه ما عندنا دعم، يعني ما عندنا دعم رئيسي رسالتك ولا على عندنا الهواء جهة معينة تدعمنا بال رسالتك على الهواء للجهات المعنية، لواشن أو إلى آخره. التكاتف المجتمعي ما أهمية أن يكون حاضرا، رسالتك للجهات المعنية، للجهات، للمنظمات المعنية، التكاتف المجتمعي ما أهميته؟ يعني زي ما تقول هذا يعني له يعني يحقق التنمية بالمجتمع، وكمان هو يعزز روح التعاون فيما بين البين، خاصة بالظروف المعيشية هذه اللي احنا يعني عايشين فيها حاليا، ظروف صعبة جدا، وأكثر يعني ما فيش أشغال، ما فيش يعني حتى الأسر ما عاد يلاقوش رقمة يعني يعيشهم إلا بعد عناء، نعم. فيعني هذا زي ما تقول واجبنا إنه نطوع ونبادر بفعل الخير عشان نقدر انه نغطي احتياجاتهم. حنان صالح رئيسة احنا مش مبادرة معانا الناس. جهة معينة تعملنا، احنا مبادرتنا شبابية، يعني التبرعات تكون من الناس، نسويها هو شهريا، نسويها اذا مثلا اسرة معينة ننشر عليها ونجمع التبرعات في نقاط معينة، وكم ما طلع المبلغ نتكفل فيه بها. حنان صالح رئيسة مبادرة الناس للناس، شكرا جزيلا لك.